هلا حبايب، الآن سوف نقوم في هذا الدرس، في الدرس الثالث أو القسم الثالث من موضوع لغة الرياضيات، القسم الثالث الجبر. وفي هذا الموضوع بشكل خاص راح نتعلم طريقة الـ order of operation التي تسمى في الرياضيات بود ماس، هو عملية تنظيم حل المسألة بدايات حل المسألة، قد تكون من اليمين أو اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو من الإندكس، يعني من الكسور أو من الأسس أو من الزائد أو من الناقص أو من الضرب أو من العمليات القسمة. هناك مجموعة من الأسئلة تحتوي على رموز عديدة، كيف يمكن أن نبدأ في حل أي مسألة من مسائل الرياضيات؟ من أين نبدأ؟ كيف نبدأ؟ How we are start from where we starting, that's why we are so many things in the question, like add, subtract, multiply, division, and square and index or power. That's why we are here to know about where or how we are start to solve the problem. In this case, we are start for the operation, meaning thinking like add, subtract, multiply, division, square, for so on, isn't to the isn't number. It is properly an operation. هي عبارة عن عمليات تقوم بها في أي مسألة من المسائل، قد تكون زائد أو ناقص أو ضرب أو قسمة أو square. لذلك علينا أن نكون دقيقين جدا في عملية حل هذه المسائل والستارت من أيضا. عندنا مثل هذا السؤال اللي هنا موجود، عندنا سؤال علينا أن نتعلم طريقة كيفية حل هذا السؤال. 7 plus 6 times 5 plus 3 square. هنا علينا أن نفهم كيفية حل هذا السؤال ومن أين نبدأ. Part or should we start from it? Let's calculate this first. في بعض الأحيان تكون المسائل نبدأ من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار. هذا يعتمد على طبيعة السؤال أو طبيعة تنظيم السؤال. قد نكون من هنا نبدأ أو نبدأ من هنا. لذلك علينا أن يكون دقيقين في اختيار أو بداية حل أي مسألة، لأن البداية إذا كانت غلط النتائج راح تكون خطأ. أي بداية تكون خطأ النتيجة أيضا راح تكون خطأ. لذلك يقول هنا في هذه الملاحظة: order to any action getting the wrong answer. If you starting from wrong order, your answer will become wrong. That's why we are doing should be focus and to must to understand. لذلك علينا أن نركز وعلينا أن نعتمد الأسلوب الصحيح في طريقة حل المسألة وفق الأوردر أو وفق القواعد التي راح نشوفها هسه حاليا في حل المسائل بالجبر. Order operation doing thinking bracket first. أول مرة في مثل هذا السؤال نقوم في فتح القوس. أي مسألة في بدايتها إذا كان فيها أقواس نبدأ أولا في فتح الأقواس. أولا في فتح الأقواس. فراح تكون لدينا المسألة بهذا الشكل في عملية لدينا مثلا for example, this is example. لدينا هنا example 4 times 5 plus 3. راح تكون أيضا هنا عندنا 4 times 8 because we started from we are opening the bracket 5 plus 3 is 8. 4 times 8 equal 32. That's why هذه هي تكون بشكل صحيح. هي هذه أيضا هذه هي راح تكون بشكل صحيح. ولكن هنا في هذه المسألة عندما لا نفتح الأقواس we are if you are starting without opening the bracket we start for 4 times 5 equal 20 plus 3 it's equal 23. This is wrong. هذا خطأ. هذا خطأ. هذا غلط. لا يمكن أن تكون بهذا الشكل. ليش؟ لأن بالبداية علينا أن نفتح الأقواس. Exponent power root before you multiply dividend. ها
هسه عرفنا أول مرة نفتح الأقواس. القاعدة الأولى هو فتح الأقواس، البداية في فتح الأقواس، البداية في فتح الأقواس، ومن ثم نسترسل في حل المسألة. هنا لدينا power، عندنا index، عندنا 5 times 2 square equal equal meaning في البداية أول مرة نتخلص من هذا الباور، نبدأ في هذا الباور ونقول 5 times 2 square 4 it's become 5 times 4 is 20. This is the right. So here, if we see here like this is wrong there, you see, here is wrong. 5 times 2 square is 4 times 5 is 10, because this we are here is wrong. That's why 10 times 10 is become 100. This meaning wrong. This is wrong. Because time 5 time 2 not 10 is 5 separate and 2 this 4 is separate. That's why is wrong. Should be start from here. 4 become 5 time 4 equal 10. Equal 20, sorry. Multiply or division before add and subtract. وبعدين القاعدة الثالثة بعد ما تعلمنا القاعدة الأولى اللي هي فتح الأقواس، والقاعدة الثانية هي بداية تبسيط أو simplify the question، تخلص من الindex أو الباور. الآن عندنا بداية القاعدة الثالثة اللي هي أن نبدأ بعمليات الضرب أو القسمة قبل الجمع أو الطرح. We are start from multiply or division before the add and subtract. لذلك لدينا هذا السؤال هنا. هذا السؤال يقول 2 plus 5 times 3 equal. نبدأ في عملية الضرب. 5 times 3 is 15 plus 2 is 27 is 17. That's right. هذا هو هذا صح. هذا اللي هو right. Because we are start from multiply. Start from multiply and after that add 2, it's become 17. Here, if I started from here like this, 2 plus 5 is 7, time 3 is 21. You see the difference? No, this wrong. This is wrong. This is wrong. Because I must start from multiply. هذه غلط. هنا بداية عملية الجمع، لا، أول مرة أبدأ في عملية الضرب اللي هي 5 times 3 ومن ثم add 2 وبعد ذلك and after that I add 2 it's become 7 times 3 it's become 21. This wrong. This is wrong. Because here is right. Shape, we start from multiply and after that add it. Depending about this rule. Depending about this rule. Otherwise, just go to the left and right. Just go to the left and right. هنا في هذه الحالة لدينا عملية divided القسمة. نقوم بتقسيم هذه بالبداية كما قلنا حسب القاعدة. Divided before the added. 13 divided 5 is become 6. Time 3 it's become 18. That's why it's right. Here this is right. But if I said like that question, thirteen divided five times three, it's become 15. 13 divided 15 is 20. This is wrong. This is wrong, because I must to start from here, and after that here. In order to get the right answer. هنا ما يصير أنا أقسم وبعدين أضرب. أول مرة أقوم بعملية الضرب ومن ثم أقسم الناتج على القسمة. فكان هناك يعني لدينا you see 13 divided 5 is 6 time 3 is 13. Here 13 divided by 5 no I start from here, 13, right here 13, and after that said 5 times 3 is 15, this wrong.
How do I remember all these board maps? شلون أتذكر؟ هنا راح نعطيكم طريقة بسيطة جدا وسهلة، هي عملية تنظيم القواعد الأربعة اللي عرفناها في عمليات البود ماس. تبدأ بحسب الحروف اللي موجودة هنا B, O, D, M, A, S. A, bracket, power, divided, multiply, added, subtract. B, bracket first. نبدأ بالأقواس. O, order, like power and square, root, إلى آخره, or index. DM, divided and multiply, left to right. من البداية عندنا؟ من البداية عندنا؟ عندنا البداية left to right. Start from left to right. إذا كانت القسمة بالبداية نبدأ بالقسمة، وإذا كان الضرب بالبداية نبدأ بالضرب، وإذا كانت هذه القسمة هنا نبدأ أول مرة بالضرب ومن ثم بالقسمة. Division and multiply left to right. أيهما بالبداية؟ Who is the in the beginning? A and S, A and S, A addition and subtraction left to right. هو منو بالبداية؟ إذا كانت البداية add نبدأ بالadd، إذا كانت البداية بالsubtract بالminus نبدأ بالminus. هذه هي القواعد، هذه هي القواعد التي تحددنا في عملية كل عملياتنا اللي لها علاقة بالبود ماس. اللي عندنا علاقة بالبود ماس. هذه هي عبارة عن بود ماس، هو عبارة عن رمز للبداية الأوبريشن لحل أي مسألة من المسائل. هنا لاحظ كيز أرجو الانتباه عليها. Divided and multiply rank quality and go to the left to the right. Added and subtract rank equal and go to the left to the right. أيهما بالبداية؟ نبدأ من اليسار إلى إذن في هذا الشكل عندنا البي البود مات، يعني هي البداية البراكيت، second الباور or الاندكس، third الديفيجن or الملتيبليكيشن، four الادد and subtract. B and O just go from left to the right doing any divided or multiply as you find them. هو عبارة نبدأ كما قلنا من اليسار إلى اليمين، أيهما بالبداية؟ إذا كانت القسمة بالبداية نبدأ بالقسمة، وإذا كانت الضرب بالبداية نبدأ بالضرب، وهكذا. Then go to the from the left to the right doing any A and or subtract. نفس القاعدة هم أيضا، نبدأ من اليسار إلى اليمين، إذا كان الزائد بالبداية نبدأ بالزائد، وإذا كان الناقص بالبداية نبدأ من الناقص، يعني من اليسار الى اليمين. في هذه الملاحظه يجب الانتباه عليها والتركيز عليها. The only strange meaning of the operating exponent is using in the candid and so you may be after both mass there is also index which make it is the both mass in the US they said the parentheses instead of bracket so it is the embed instead of the board mass. هنا هذه الملاحظة عليكم أن تفهموها أعزائي. قد تشوفون بعض الكتب أو بعض الأفلام أو بعض الأشياء اللي موجودة في اللغة الإنجليزية أو باللغة الأمريكية، يعني اللغة الإنجليزية بالأكسل الأمريكي، فالبراكيت بالماثماتيك يعني لغة الماثماتيك لغة الرياضيات، البراكيت باللغة الإنجليزية، البراكيت باللغة الإنجليزية هذا براكيت، البراكيت باللغة الأمريكية اسمه بارمنسنت، والبيم داس هو عبارة عن بيدي ماس in the US. Board mass, body mass in the US, index. والindex هو عبارة عن power، باللغة الإنجليزية أو باللغة الرياضيات السائدة العامة اللي هو
good mass هو عبارة عن القاعدة الأساسية في بداية الأوبريتر حل المسائل. For example, الآن شوف لنا example. How do you work out 3 plus 6 times 2? We give you few seconds in order to thinking about the rule for which start, which dates operation start in this example. أي عملية نبدأ بالبداية؟ فكر شوية وبعدين حاول تحلها أنت في بالك، يعني سهلة جدا. أولاً حسب القاعدة الأولى نبدأ بعملية الضرب. We are started from the multiply. We are started from multiply. We are started here from multiply first. This first. And after that here. And after that here as a second. So we said 6 times 2 is 12 plus 3 is 15. Multiplication before addition. We said first we are start here, like 6 times 2 is 12, then 3 plus 12 equal 15, equal 15. Example, how do you work out this 3 plus 6 times 2? القاعدة تقول أول مرة نبدأ بفتح القوس، نقوم بعملية فتح القوس. هذا أول مرة start here is 1. After that is 2. نفتح القوس. 3 plus 6 is 9. Here bracket first. First we see like this. 9 then 9 times 2 equal 18. Equal 18. Example, how do you work out like this? We are working as a fraction like this is here, 12 over 6 times 3 over 2. هنا علينا أيضا تبسيط هذا السؤال, multiplication and division, rank equal. So just go to the left, to the right, left to the right, 13. We said here first 13, 12 over 6 times 12. نقوم بعملية الاختصار أو التبسيط, عملية التبسيط. Cancellation, we do it some cancellation here. We do it some cancellation. على 6, على 6. Is it 1? 6, 12, how many 6 is 2, equal 2. This fraction is become 2. This 2, meaning 12 over 6, after we are cancellation, بعد الاختصار, صارت لدينا 2. Here, then 2 times 3, 2 times 3 is 6, 2 times 3 is 6. 2 times 3 is 6. Because here also, so 6 over 2 is 3. 6 over 2, because here 2 times 3 is 3. 6 over 2 is equal 3. Why? Because 1, 2 is 1. How many two in the 6 is 3. That's why it's become 3. It's become 3. This this 2 times 3 coming from here is 2 times 3 equals 6. 6 over 2, because this 2 here, it's become 3. Thank you for watching for this question. This is a tutorial for the part 3 in the mathematic language as algebra, as a word mass operator. شكرا لمشاهدة هذا القسم الثالث من بدء عمليات البود ماث اللي هي order operation.
أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى مراجعة الفيلم أكثر من مرة، ودعمكم للقناة مع خالص شكري، وتمنياتي لكم بالنجاح والموفقية إن شاء الله إن شاء الله، ومتابعة القناة على اليوتيوب، هذا العنوان على اليوتيوب. وشكرا جزيلا لكم أعزائي الطلبة.